نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس، أهلا بكم وإليكم أبرز العناوين. نتيجة الثانوية العامة الأربعة والطالبات يتصدرن قائمة الأوائل. الداخلية تعلن مقتل 6 منتمين لداعش في معركة مسلحة مع الأمن في أسيوط. التضامن 7.7% من طلاب المدارس يتعاطون المخدرات و 8.3% كحوليات. الإحصاء تراجع معدل التضخم في شهر يونيو والجرح إيجابية جدا. الجيش المصري الأقوى عربيا والعاشر عالميا. تيلرسون يقوم بجولة خليجية لإجراء محادثات بشأن أزمة قطر. على خطى هولندا، النمسا تمنع دخول وزير تركي إلى أراضيها. قنبلة تعود للحرب العالمية تجلي الآلاف. وسليمان جودة يكتب أين الدولة؟ ومن العناوين إلى التفاصيل، حيث أعلن الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم رئيس امتحانات الثانوية العامة أن نتيجة امتحانات الثانوية العامة ستكون جاهزة على مكتب الوزير مساء الثلاثاء، متضمنة قائمة بالأوائل ونسب النجاح والرسوب. وأضاف حجازي للمصري اليوم أن عدد الأوائل يتراوح من 50 إلى 60 طالبا، وأن هناك تفوقا للطالبات على الطلاب. ومن المقرر أن يعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الأربعاء النتيجة خلال مؤتمر صحفي. وللتعقيب على ما لدينا من أخبار، بنرحب معنا في الاستوديو بالكاتبة الصحفية فتحية الدخاخني مدير الموقع الإلكتروني للمصري اليوم. أهلا بك معنا أستاذة فتحية. أهلا بك يا سمر. يعني سؤالي بداية لحضرتك، دائما ما تتصدر طالبات فتيات نتائج الثانوية العامة، ما تفسيرك لهذا التفوق للفتيات بشكل عام على البنين؟ والشق الآخر من سؤالي، هل من الممكن أن نشهد أو يشهد خريطة التنسيق لهذا العام تغير بالنسبة لكليات القمة؟ بالنسبة للبنات يعني ده مش أول سنة، يعني كل سنة دايما البنات بتتفوق على الولاد في الثانوية العامة تحديدا. لا يمكن لأن البنات بتبقى في الفترة دي أكثر تحصيلة، بتذاكر أكتر، فما عندهمش الاهتمامات الولاد اللي ممكن بنشوفها في حاجات تانية، خروج مع الأصدقاء، فالبنات بتبقى أكثر تحصيلا فبتتفوق. ما فيش إحصاء دراسة قالت ليه البنات تحديدا هي اللي بتتفوق في المرحلة دي، لكن المشكلة إن احنا ما بنشوفش التفوق ده مستمر بعد كده. يعني البنات يمكن في الجامعة أحيانا بتتفوق، في العمل بقى بنلاقيها، يعني احنا عايزين نشوف البنات تكمل في مسيره التفوق، تكمل يكون في تكافؤ فرص برضو للبنات في كل المهن بعد كده، بناء انها بتتفوق اصلا في التحصيل العلمي. فنتمنى نشوف ده مستقبلا، يعني انه يكون في تكافؤ للفرص بناء على تفوقها في التحصيل العلمي في كل المجالات مش بس في الثانويه العامه. بالنسبه للشق الثاني من السؤال الخاص بالتنسيق وكليات القمه، زي ما شفنا في الخبر انه في 50 طالب هم اوائل الثانويه العامه، هتلاقيهم برضو زي كل سنه منحصر، الفارق بينهم 1% من 10%، يعني مش كبير. فمعنى كده انه لان نظام الثانويه العامه لسه ما اتغيرش، هو قائم على التحصيل والدرجات المرتفعه جدا اللي بتخلي الطلبه ممكن يكون جايب 90 وما يلحقش حتى كليه قمه. فاحنا محتاجين يغير نظام الثانويه العامه بالكامل عشان ما يبقاش في صراع او حرب على الالتحاق بكليات القمه، ما يبقاش كل حاجه بالمجموع اللي انت جبته في الثانويه العامه، لازم يكون في اختبارات قدرات، اهتمامات الطلبه. فده اللي شايفينه من الفتره اللي جايه في تصريحات كثيره عن نظام جديد للثانويه العامه، عن نظام جديد للتنسيق هيعتمد اكثر على اختبارات القدرات بعيدا عن الدرجات والمجموع الكلي. اتمنى يكون في اهتمام بالتعليم الفني وباحتياجات السوق اكتر من ان احنا يكون كل الناس عايزه تجيب اعلى درجه او اعلى مجموع عشان تدخل كليه طب او تدخل كليه هندسه او كليه اعلام لو الفرع الادبي. في النهايه بيبقى عندنا عدد كبير من الخريجين ما لهمش وظايف، وبيدخلوا بس مش رغبه في المهنه دي، هم بيدخل بسبب المجموع. المفروض يبقى قبول في الجامعات مختلف، يكون في تغيير لثقافه المجتمع اكتر من كده، انه هي مش شهاده، ما فيش حاجه اسمها كليه قمه وكليه مش قمه، هي المهم ان يكون الطالب حابب
هذا المجال اللي بيدرسه ويجيب ويقدر يحصل فيه ويحقق نجاحات اكتر لو انضم ليه والتحق بهذه الكليه، بعيدا عن مسمى كليات القمه والمجموع المرتفع في الثانويه العامه. يمكن ده محتاج سنوات للتغيير، لان هي ثقافه المجتمع مرتبطه انه لازم تبقى دكتور او مهندس او صحفي او غيره، بس يمكن مع النظام الجديد الثانويه العامه والتنسيق الجديد يكون في تغير للنظره تجاه هذه المهن. أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي نتائج المسح القومي عن التدخين والمواد المخدرة والكحوليات بين طلبة المدارس الثانوي العام والفنية. وأوضحت والي أن المسح الميداني الذي تم على أكثر من 5000 طالب وطالبة كشف نسبة التدخين ب 18%، وجاءت نسبة تعاطي المخدرات 7.7%، وجاءت الكحوليات بنسبة 8.3%. وتصدرت المحافظات الأكثر تعرضا للمشكلة الجيزة وقنا في التدخين والبحر الأحمر والقاهرة في الكحوليات وبورسعيد وأسيوط في تعاطي المخدرات. أستاذة فتحية، نتائج صادمة لكنه للأسف تقرير قريب جدا من الواقع ومما نعيشه. برأيكم من هو المسؤول عن مثل هذا التدهور الأخلاقي وهذه الكوارث في المؤسسات التعليمية خاصة، وكيف يمكن التصدي لهذا؟ هي طبعا المسؤولية طبعا زي ما دايما بيقولوا الأسرة والبيت طبعا ليه دور، أنا مش هنكر دور الأسرة في الرقابة على أولادهم وفي التربية وإنهم يعني تعلمهم إيه الخطأ ومن الصواب، لأنه طبيعي إنه الطفل أو الشاب في مرحلة المراهقة يعني كلهم طلبة ثانوية عامة أو تعليم فني بيبقوا متطلعين لتجربة أي شيء جديد، فلازم يكون في هنا جانب التربية يلعب دوره إنه يعني يبين له مخاطر كل الأشياء. لكن أكيد المدرسة وعدم وجود رقابة في المدارس، عدم وجود نظام تعليمي جيد، المدرس نفسه يعني في كثير من المدرسين هم اللي بيشجعوا الطلبة على التدخين، بتلاقي المدرس الطالب بيدخن مع مدرس بتاعه، فالمدرسة هي عامل أساسي في ده، لأنه الطلبة بيقلدوا بعض، هيقلدوا المدرسين، المدرس لازم يكون نموذج وقدوة زي ما احنا بنطلب من البيت انه يلعب دوره والاب يكون نموذج لاولاده، كمان لازم الطالب المدرس يكون نموذج للطلبه. في نقطه هنا في الدراسه دي خطيره جدا، ان هو ما جابش يعني يمكن الاحصائيات دي كانت متعارف عليها زمان، واحنا عارفين ان طلبه الثانويه العامه او تحديدا التعليم الفني بيتعرضوا لمشاكل الكحوليات اكتر والمخدرات، يعني سيبك التدخين كله بيجرب يعني التدخين في اي مرحله من مراحل عمره فبيجربوها لانه منتشر، بين ابوه هيكون بيدخن فاكيد هيجرب التدخين في يوم الايام يعني. لكن بالنسبه للكحوليات والمخدرات كان دول طول الوقت في يعني تصور عندنا انه ده منتشر في القاهره او في المدن الكبرى، الدراسه دي بينت انه لا ده موجود في كثير من المحافظات. اعتقد كمان الاعلام ليه دور، الدراما ليها دور اللي صورت بعض التجار المخدرات على انهم ابطال، يعني شفنا مسلسل اسطوره السنه اللي فاتت وازاي تعاملت الناس، كانت عايزه تقلد هذا النموذج، نموذج يعني نموذج تاجر المخدرات بقى نموذج وبيعرض في الدراما باعتباره بطل، نموذج البلطجي ايضا اصبح بطل. اعتقد الاعلام والدراما بالتحديد ليهم دور كبير في خلق ثقافه انه ده الشائع وده موجود وده بقى العادي وده العادي وانه لازم نعمل ده، فده لازم في دور كبير جدا على الاعلام وعلى منتجي الدراما انهم يبطلوا تصدير نموذج البلطجي وتاجر المخدرات والمجرمين باعتبارهم ابطال، لازم نركز نصدر النماذج الصالحه، الشاب اللي هو بيتعلم وينجح يعني. ربما ايضا تنقص المؤسسات التربويه الاحاطه النفسيه اكيد اكيد خصوصا في 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 اعمار معينه. بالظبط اكيد يعني ما فيش يعني في مسؤول اجتماعي في كل مدرسه، بس انا يعني انا ما شفتلوش دور، يعني المفروض يكون ده ليه دور انه يقعد مع الطلبه ويشرح لهم السن ده خطير جدا، يعني من الصعب السيطره على المراهق او المراهقه في المرحله دي، فلازم يكون جميع الوسائل المحيطه بيه بتاهله نفسيا للتعامل مع رغباته في هذه المرحله، انه عايز يجرب كل حاجه، عايز يشوف كل جديد، عايز يقلد النماذج اللي بيشوفها في التلفزيون، فلازم يكون في نوع من الدعم النفسي من الاسره من المدرسه، النموذج يلاقيه في كل حته، بدل ما يلاقي النموذج السلبي يلاقي النموذج الايجابي عشان يحتذي به. أعلنت وزارة الداخلية مقتل 6 منتمين لتنظيم داعش الإرهابية في معركة مسلحة مع قوات الأمن بمحافظة أسيوط.
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إنه عثر بحوزتهم على 5 أسلحة آلية وقنبلة دفاعية و83 طلق آلي وملابس عسكرية ومطبوعات تثقيفية تحوي مفاهيم وشعارات التنظيم. وأكدت الوزارة عزمها على المضي قدما لأداء واجبها في حماية الوطن والتصدي للبؤر الإرهابية في ظل محاولات النيل من الاستقرار الداخلي وزعزعة أمن البلاد. أستاذة فتحية، برأيك إلى أي مدى تؤثر مثل تلك الضربات الأمنية الاستباقية لمعاقل الإرهاب في جحورها من تقليل فرص وصول تلك العمليات الإرهابية إلى داخل المدن الكبرى؟ يا سمر، أعتقد إحنا كلنا بنطلب هذه الضربات الاستباقية طول الوقت، لأنه دايما بعد أي حادثة كبيرة بنقول، بيبقى دايما السؤال أين الأمن؟ أين وزارة الداخلية؟ أو لو كانت في سيناء، أين العامل المخابراتي والمعلومات؟ هل ما كانش في معلومات عن أنه في خلية موجودة هنا؟ هل ما كانش في معلومات عن أنه في عناصر تم تهريبها ودخلت إلى مصر للقيام بعملية إرهابية، خصوصا أنهم بيتقربوا بسلاح؟ هل ما فيش أي إخباريات من الجيران حتى عن ده؟ فاحنا طول الوقت بنطلب الضربات الاستباقيه دي، فطبيعي ان لما تحصل اكيد دي بتقلل، يعني اكيد المجموعه دي لو ما كانتش وزاره الداخليه مسكتهم في الوقت ده كانوا هينفذوا عمليه هم مكلفين بيها في اي مكان. لكن احنا عايزين من ده يكون في نوع اكثر من هذه الضربات الاستباقيه، لان في كل عمليه فعلا احنا بنسمع انه يعني انه كان هؤلاء المجموعه دي اللي قامت بالعمليه دخلت مصر خلال الثلاث شهور الاخيره مثلا، او دخلت مصر خلال الشهرين الاخيرين. طب يعني اذا كان في هذه المعلومه متوفره لدى الاجهزه الامنيه، ليه ما بيتمش الملاحقه في وقتها بدل ما نستنى التفجير او العمليه الارهابيه ونلاحقهم ونقبض عليهم؟ دايما القبض على الارهابيين بيتم بسرعه جدا، فده بيبقى غريب، يعني احنا كنا عارفين خيوط اللعبه من الاول، بس في نقطه متاخره. فانا بحيي الداخليه انها قدرت تظبط الخليه دي النهارده ويكون في ضربه استباقيه زي ما انت قلتي، يمكن لانه احنا مش عارفين دول كانوا هينفذوا العمليه فين. لكن عايزين من ده اكتر، مش عايزين نشوف، يعني احنا عارفين الجهاز الامني عليه ضغوط كبيره لانه الارهاب والدول الداعمه ليه بتموله باموال كثيره، فهم معاهم عتاد، يعني شايفين العتاد اللي تم القاء القبض، يعني تحريزه في هذه العمليه، في عمليات كثيره بيبقى في كميات كبيره من السلاح في سيناء، احنا شايفين قد ايه هم بيلاقوا سلاح ومتفجرات مع الارهابيين. فعايزين يكون في ضربات استباقيه اكتر، عايزين يكون في ملاحقه للعناصر اكتر، عايزين الجهاز المعلوماتي للدوله يشتغل بشكل اكتر بدل ما نلاقي التفجير جنب بيتنا يعني. فانا بحييهم انهم قدروا يظبطوا يعني الخليه دي، واتمنى ان يظبطوا بقيه الخلايا الارهابيه في الوطن. اعلن الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء تراجع معدل الزياده للتضخم الشهري خلال شهر يونيو الماضي مقارنه بما قبله. واضاف الجهاز في بيان له ان انخفاض اسعار بعض السلع الغذائيه وعلى راسها الطماطم والبطاطس والاسماك والدواجن وراء تراجع معدل الزياده للتضخم الشهري من 1.6 الى 8. وقال عمرو الجارحي وزير الماليه ان بيانات التضخم الشهرية التي أعلنها الجهاز إيجابية جدا وتنبئ باستقراره في فترة وجيزة عند مستويات مقبولة. المزيد في التقرير التالي. الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ده الجهة الوحيدة في مصر المنوط بها أنها تطلع ما يسمى بمعدل التضخم الشهري والسنوي. معدل التضخم اللي هو معدل زيادات الأسعار، وعادة بيطلع يوم 10 من كل شهر. عشان كده الجهاز طلع في موعده المنضبط، طلع الزيادات اللي حصلت في أسعار مجموعة من السلع والخدمات اللي المواطنين بيستخدموها، وقال إنه الأسعار زادت في الشهر يونيو الماضي ده بمقدار 0.8%، بينما كانت قد زادت في شهر مايو الماضي بمقدار 1.6%. معناه إيه؟ معناه إنه الأسعار لا زالت بترتفع لكن بمعدل ارتفاع أقل عما كانت عليه في الشهر الماضي. الجهاز أيضا قال إنه معدل التضخم على أساس سنة على بعضها، يعني من يونيو 2016 ليونيو يعني 2017 30.9%، وهو نفس المعدل اللي كان موجود في الشهر الماضي. في توقعات انه بعد شهر يوليو واغسطس وربما سبتمبر يبدا معدل التضخم في التراجع، على اساس ان دي ذروه الارتفاعات بعد ما عملنا بقى ايه زيادات في سعر الطاقه وزيادات في الكهرباء والقيمه المضافه من 13 ل 14%. الجهاز المركزي بيقيس بياخد البيانات من الاسواق من يوم 1 ليوم 28، واحنا عملنا الرفع في سعر الطاقه يوم 29، عشان كده ما سمعش ايه الاسعار الطاقه، هتسمع بقى في الشهر اللي احنا فيه يوليو، يعني يوم 10 الشهر اللي جاي هيبقى فيه. اخر نقطه مهمه قوي ان احنا نعرفها، انه في بنك دولي عالمي طلع تقرير النهارده بيفكرنا
انه مصر في المرتبه 112 من 128 دوله في مؤشر كفاءه الاسواق، وبينبه الى انه ضعف تنظيم الاسواق في مصر ووجود احتكارات سواء ظاهره او خافيه وارتباكات في الاسواق هي واحده من اهم الاسباب اللي بتؤدي الى زياده التضخم عن المعدلات الطبيعيه في بلدنا. حل الجيش المصري بالمرتبة الأولى عربيا والعاشرة عالميا وفق تصنيف موقع جلوبال فاير باور المتخصص في رصد قوة الجيوش. وذكر الموقع في تقريره السنوي أن ترتيب الدول اعتمد على 50 معيارا لكي تحصل كل دولة على نقاطها المستحقة في مقياس القوة العسكرية. وأوضح الموقع أن الترتيب التنازلي لا يعتمد ببساطة على العدد الإجمالي للأسلحة المتاحة في كل دولة على حد سواء، ولكنه يعتمد على مبدأ تنوع الأسلحة من أجل تحقيق توازن قوة السلاح في النهاية. أستاذة فتحية، ما تفسيرك لإحراز الجيش المصري تقدم ملحوظ ضمن أقوى الجيوش عربيا عالميا بشكل عام والأول عربيا خلال السنوات الأخيرة؟ يعني تقرير جلوبال فاير باور اللي هو صدر النهارده ده يعني على مدار السنتين اللي فاتوا كان برضو مصر في الدول من ضمن الدول العشرة الاولى في كاقوى الجيوش. ده مش جديد، يعني ان احنا نقول ان مصر متقدمه في التسليح حاليا يعني، والتقرير ده مش اول مره يشيد بمكانه مصر او يرفع مكانه مصر في التقرير. يعني عربيا لو جينا نقول ليه مصر متقدمه عربيا، فاحنا حاليا ما فيش دول اللي كان عندها جيوش كبيره، كانت العراق، كانت سوريا، كانت ومصر يعني، فبالتالي فمن المنطقي ان مصر تتقدم عربيا لان الدولتين اللي كانوا بينافسوا في الجيوش مش موجودين. عالميا اعتقد الجهود اللي بيقام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفتره الاخيره من تسليح الجيش، يعني كان في السنتين الاخيرتين تحديدا في كثير من صفقات الاسلحه اللي في بتعمل نوع من التنوع زي ما التقرير بيقيس، بس مش عدد قوات ولا انواع اسلحه، تنوع الاسلحه. فاحنا لاول مره دخلنا حاملات طائرات المسترال لما دخلت، الرافال، طائرات الرافال الفرنسيه، طائرات الاباتشي الامريكيه، ففي تنويع في التسليح من اكثر من دوله في كثير من صفقات الأسلحة، في تركيز على أنه يكون إلى جانب القوة العددية التي يتمتع بها الجيش المصري يكون الجيش مزود بأحدث الأسلحة وفي جميع المجالات. ففي تسليح للطيران وتسليح للحرب البحرية المصرية، وفي كمان تدريب وتعاون مشترك مع الدول. زي النهاردة كان في مناورة بحرية فرنسية مصرية هي بكليوباترا 2017، ففي يعني مناورات مشتركة، في تدريب، في تسليح. فأعتقد ده سبب في تقدم مصر عالميا أيضا في تسليح الجيش. تنفذ بالضبط وحدات من القوات البحرية لكل من مصر وفرنسا أنشطة وفعاليات التدريب البحري المشترك كليوباترا 2017، والذي يستمر لعدة أيام بالمياه الإقليمية المصرية بنطاق البحرين المتوسط والأحمر، تأكيدا لعلاقات الشراكة والتعاون الاستراتيجي والعسكري بين مصر وفرنسا. ويهدف التدريب لنقل وتبادل الخبرات التدريبية بما يعزز من قدرة وكفاءة القوات المسلحة لكلا البلدين وصولا لأعلى معدلات الكفاءة والاستعداد لتنفيذ أي مهام تحت مختلف الظروف. فاصل مشاهدينا ونواصل نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس، ومن بعده نتعرف على آخر التطورات في المشهد السوري. عودة مشاهدينا إلى نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس وإلى الشأن الخارجي، حيث انطلقت في جنيف الجولة السابعة من مفاوضة السوريين برعاية أممية وسط آمال ضئيلة في إمكانية تحقيق تقدم ملموس وعاجل لإنهاء الأزمة السورية المستمرة طيلة أكثر من 6 سنوات. وتأتي هذه الجولة من مفاوضات وفدي الحكومة والمعارضة السوريين بعد بدء سريان وقف النار في 3 محافظات جنوبي سوريا عملا اتفاق روسي أمريكي أردني. أستاذة فتحية، برأيك ما الذي ينقص كل هذه المفاوضات طوال 6 سنوات للخروج بحل يعني أمثل للأزمة؟ اللي ينقصها انه يكون في تغليب لمصلحه الشعب السوري. هي مشكله سوريا زي ما قلنا اكثر من مره انه في كثير من الاطراف والدول المتنازعة، يعني الموضوع مش أزمة سوريا والحكومة والمعارضة، في دول أخرى تلعب وكل دولة تغذي طرف على حساب طرف آخر، روسيا، إيران، تركيا، الولايات المتحدة. فطول الوقت في دول بتتصارع لتحقيق مصالح على الأرض في سوريا بما فيها إسرائيل حتى.
فان احنا نتكلم عن مفاوضات يعني انا ما عنديش امل ايضا في جنيف 7، لانه ما فيش مؤشرات انه هذه الدول ترغب فعلا في ايجاد حل على الارض للازمه السوريه. هم يعني اعتقد من مصلحتهم استمرار الازمه او مصلحتهم استمرار تدمير سوريا بهذا الشكل. يمكن الولايات المتحده الان بتحاول تعمل تفاهمات يعني مع روسيا، وشفنا نتيجه التفاهم الروسي الامريكي لما قدروا يتحققوا نوع من التفاهم في المساله السوريه، تم تحقيق هدنه في الجنوب. فالموضوع مرتبط بمصالح الدول الكبرى، بمصالح الدول اللاعبه التي لديها قوات وتدعم قوات على الأرض في سوريا، مش بس أطراف المعارضة أو الحكومة السورية. فيعني لن يسفر جنيف 7 عن شيء من وجهة نظري، وزي ما قلنا أكثر من مرة الشعب السوري هو المتضرر والذي سيبقى متضررا من هذه الأزمة، لأنه لا أحد يفكر في مصلحة الشعب السوري من الدول المتصارعة على الأرض. زار رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مدينة الموصل للإعلان عن تحريرها من قبضة تنظيم داعش الإرهابي، ورغم الإعلان عن النصر الكبير وبدء الاحتفالات، إلا أن العمليات العسكرية لا تزال متواصلة في المدينة القديمة بالموصل، كما لا يزال أمام القوات العراقية مهمة تطهير الألغام والمتفجرات التي خلفها مقاتل التنظيم المتطرف. من جانبها اعتبرت الأمم المتحدة أن المعارك في الموصل ربما تكون انتهت، ولكن ليس الأزمة الإنسانية. أستاذة فتحية، هل استبق العبادي أو ربما تسرع نسبيا في إعلان تحرير الموصل وانتهاء دولة الخرافة كما سماها اليوم، رغم أن هناك بعض ذيول داعش لا تزال موجودة في خاصة في المدينة القديمة؟ من ناحية أخرى، كيف قرأتم الرسائل من كلمات العبادي، خاصة بالنسبة للرسائل الموجهة لإيران لسحب ميليشياتها ان صح القول؟ يعني هل استبق العبادي رفع العلم؟ هو العبادي يريد ارسال رساله. معركه الموصل زي ما احنا عارفين هي بدات نهايه ديسمبر الماضي، فبقى لها ما يقرب من 7 شهور. فالعبادي كان يريد ان يوصل رساله ان القوات العراقيه نجحت في السيطره على المدينه، حتى وان بقيت بعض الجيوب زي ما قلتي، لكن هو عايز يوصل رساله يمكن تطمين للقوات العراقيه على الارض ان احنا قدرنا، للشعب العراقي ايضا ان احنا قادرين نحرر الموصل، رساله ايضا تخويف للقوات داعش، لانه الجماعات الارهابيه وداعش كلما تعرف انه يعني دايما انه في سيطره على مكان هم بيهربوا لاماكن اخرى، فهو نوع من التخويف للارهابيين وايضا تطمين للشعب وتطمين القوات. وبالتاكيد كان اليوم كلمته فيها مجموعه من الرسائل، اهمها هو تاكيده على ان القوات العراقيه هي من حررت الموصل، لانه في كثير من المحللين او كثير من الاتهامات ان هناك قوات تابعه لايران، هناك قوات تابعه لدول اخرى هي اللي ساهمت في تحرير الموصل، لكن العبادي حاول ياكد في اكثر من مره وباكثر من شكل في كلمته النهارده انه العراقيين والقوات العراقيه هي من حررت الموصل، وشكر الدول التي دعمته تسليحا ودعم لوجستي او دعم معنوي اكثر منه يكون، او دعم مالي حتى اكثر من ان هم كانوا قوات على الارض. فهي برضو كانت رسالة أخرى أن القوات يعني القوات العراقية قادرة على تحرير مدنها من سيطرة التنظيم الإرهابي، القوات العراقية قادرة على مواصلة عمليات التحرير في مختلف المدن، وده اللي قالوا أن احنا هنحرر باقي الجيوب. المعركة زي ما هي استغرقت 7 شهور، أعتقد أن العراق قدامها مدة أطول للتخلص. المشكلة الكبيرة بتبقى هي المتفجرات وبقايا اللي بيتركها تنظيم داعش في كل مدينة يتم تحريرها، فبيكون في علي القوات العراقية أن تمشط هذه المدن للتأكيد من سلامتها قبل أنه يدخل السكان العراقيين فيها مرة تانية. زي ما قالت الأمم المتحدة المشكلة الإنسانية باقية، لأن كل السكان اللي شردوا من مدينة الموصل محتاجين أنهم يرجعوا، مش هيقدروا يرجعوا دلوقتي حتى بعد التحرير، لأنه في زي ما قلنا عملية طويلة من إعادة تأهيل المكان أو إعادة يعني اعاده تاهيله للسكنه من امنيا يعني من المتفجرات، وايضا اعاده اعماره من الخراب اللي تم فيه خلال مده سيطره تنظيم داعش الارهابي. ففي كثير من يعني العمليه نفسها زي ما قالوا تكلفت مليارات، ولسه عمليه التطهير واعاده الاعمار ستكلف المليارات، فالعراق امامها مجهود طويل. هم نجحوا في ده يعني زي ما هو قال القوات العراقيه هي اللي حررت الموصل، لكن ده كان فيه دعم
من دول أخرى. أنا حضرت تدريبات تجهيز القوات العراقية لتحرير موصل في الأردن بدعم من الناتو، فكان في دول أخرى في دعم أمريكي أكيد، يعني تمويل أمريكي لتدريبهم بدعم من الناتو. فأعتقد أنه في دعم دولي لمكافحة الإرهاب ومكافحة داعش، ويعني والقوات العراقية فعلا قدرت تنجح في ده، لكن قدامها مهمة كبيرة جدا في الفترة المقبلة، ولازم المجتمع الدولي يكون له دور على الأقل في الجانب يعني الإعمار، إعادة الإعمار وإعادة تأهيل هذه الأماكن، لأنها مكلفة جدا، وما أعتقدش إنه العراق قادرة في الوضع الحالي على الوفاء بهذه الالتزامات المالية. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير ريكس تيلرسون سيبدأ جولة تستغرق 4 أيام يزور خلالها الكويت وقطر والسعودية لإجراء محادثات مع قيادات خليجية تهدف لإحراز تقدم نحو حل الأزمة القطرية. كما أجرى تيلرسون محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باسطنبول، تناولت قضايا عدة من بينها الأزمة السورية ومحاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا العام الماضي. أستاذة فتحية، ما تعليقك على التعامل الدولي مع مقاطعة قطر، خاصة أن الأخيرة تسعى بشكل ملحوظ لإثبات مظلوميتها يعني أمام المجتمع الدولي، في حين أن هناك تراخي وتواري لموقف الدول المقاطعة أنفسها يعني في إثبات موقفهم وأدلتهم ضد قطر؟ هو يعني الإجابة على السؤال هي في كلمة واحدة، هي المصلحة. المصلحة هي التي تحكم علاقة الدول الأوروبية أو تعامل الدول الغربية بشكل عام مع الأزمة في قطر، مش دول المقاطعة. دول المقاطعة قدمت كثير من الأدلة التي تثبت دعم قطر للجماعات الإرهابية، عملت قائمة بالإرهابيين وبنشاطاتهم المقيمين على أرض قطر والتي تدعمهم قطر، وحتى الآن رفضت قطر حتى يعني أنها تسلم هؤلاء الإرهابيين أو تتوقف عن دعمهم. لكن المصالح الاقتصادية، المصالح أنه العلاقات المشتركة مع قطر ربما هي تبرر لماذا لا يعني يأتي المجتمع الدولي في صف دول المقاطعة ويسعون دائما للحل السلمي. يعني دائما في أي أزمة الدول الأوروبية طالما هناك مصلحة تسعى للحلول السلمية لعدم يعني إحداث خلل في العلاقات مع هذه الدول، دول الخليج بشكل عام. فهم ما مش هيجوا ضد، يقفوا ضد السعودية طبعا اللي هم مصالح كبيرة معها، ولا ضد مصر ولا الإمارات، لكن أيضا هم لهم مصالح أيضا مع قطر. يعني البعض يرى أيضا أنه قطر تستغل قناة الجزيرة وعلى أنها على اعتبار أنها منبر يعني إعلامي قوي، في حين أنه يعني ليس لدى القوى الدول المقاطعة مثل هذا المنبر. للأسف ده حقيقي، قناة الجزيرة لها تواجد كبير في دول الغرب، القناة الإنجليزية، يمكن الجزيرة العربية يمكن تواجدها أقل لأنه عربيا بقينا نتعامل معها بأنها قناة داعمة للإرهاب، لكن قناة الجزيرة الإنجليزية لها تواجد في الغرب، في أمريكا كمان بشكل كبير. فأعتقد ده ليه دوره في التأثير على صانع القرار في هذه الدول، جنب ان احنا فعلا ما لناش قناه موجهه تخاطبهم باللغه الانجليزيه بنفس القوه بنفس الامكانيات البشريه والعدديه والتكنولوجيه. يعني رغم انه عندنا الكفاءات لكن لا يوجد هذه القناه. كان في محاولات كثيره على مدار سنوات ان احنا نعمل قناه، مصر تقود العمليه وتعمل قناه موجهه باللغه الانجليزيه للغرب، لكن ده ما حصلش. الجميع الان زي ما قلنا بيسعى للتسويه، الكويت عليها دور كبير وتسعى من دور بدايه للمصالحه، عمان يمكن تدخل حل الازمه، الولايات المتحده زي ما قلنا المره اللي فاتت هي داخله بثقلها في هذا الموضوع وتحاول التوجيه في اتجاه التسويه السلميه، يعني الحل الى حد ما الى جانب قطر. وعشان كده كمان شفنا بيان الدول المقاطعه اللي طلع بعد انتهاء المهله لم يكن فيه اي اجراءات جديده تجاه قطر، يمكن يكون التدخل الامريكي دور في انه البيان ما طلعش فيه اجراءات جديده تجاه قطر، يمكن لانه دول مجلس التعاون الخليجي محتاجه انها تجتمع وتتفق على موقف موحد بين قطر، لانه لسه في دول ثانيه واخده ده موقف الحياد. فيعني هنشوف الفتره اللي جايه هتسفر عن ايه، لكن الجميع يدعم الوساطه الكويتيه والكويت تعمل بجهد لحل هذه الازمه. أعلنت النمسا منع وزير الاقتصاد التركي من دخول أراضيها لحضور فعالية في ذكرى مرور عام على محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا. وقال المتحدث باسم الخارجية النمساوية إن الفعالية المرتقبة كبيرة جدا، وإن الزيارة كانت ستشكل خطرا على النظام العام والأمن في النمسا. وجاء القرار بعد خطوة مماثلة اتخذتها هولندا التي قالت إن نائب رئيس الوزراء التركي ليس محل ترحيب لحضور احتفال بين المغتربين الأتراك للاحتفال بهذه الذكرى.
أعلنت السفارة الروسية لدى إيران أن نائب وزير الخارجية سيرجي رايبكوف سيجري في طهران مباحثات مع نظيره الإيراني عباس عراقجي لبحث تنفيذ خطة العمل المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني. وتقدر الإشارة إلى أن إيران ودول اللجنة السداسية توصلت في يوليو عام 2015 إلى اتفاق تاريخي حول تسوية القضية النووية الإيرانية تقضي برفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران بشكل تدريجي، ومع ذلك تحافظ الولايات المتحدة على جزء كبير من عقوباتها بحجة الاشتباه بتورط طهران في تمويل الإرهاب. قالت وسائل أعلام فرنسية أن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون لم يخرق البروتوكول خلال التقاط الصورة الجماعية للقادة في قمة العشرين أثناء اختراقه من أقصى يمين الصف الثالث إلى أقصى يسار الصف الأول ليقف قرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأن البروتوكول يقتضي أيضا بأن يقف القادة المنتخبون حديثا على أقصى اليمين، وهذا ما يفسر وقوف ترامب وماكرون في هذا المكان، فيما يخصص وسط الخط للقادة الذين أمضوا وقتا طويلا في المنصب. دفع العثور على قنبلة ضخمة تعود للحرب العالمية الثانية الآلاف لمغادرة منازلهم في بلدة بياليستوك البولندية. وقالت السلطات المحلية بالبلاد إنها نقلت القنبلة التي تزن ما لا يقل عن نصف طن في عملية دقيقة استوجبت إخلاء محيط موقعها. فاصل مشاهدينا ونواصل نشرة المصر اليوم من القاهرة والناس، ومن بعده الإجابة عن السؤال الأصعب: أين الدولة؟ عودة لنشرة المصر اليوم من القاهرة والناس، والآن موعدنا مع مقال اليوم من المصر اليوم. تحت عنوان أين الدولة، يكتب سليمان جودة في عدد الثلاثاء من المصري اليوم متحدثا عن حالة الاستغلال الحالية من جانب سائقي الميكروباصات للمواطنين بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولر، ويتساءل الكاتب أين الشرطة مما يحدث، لم نسمع أنها ألقت القبض على أحد بالرغم من تحول مواقف الميكروباص إلى مسرح مفتوح للمشاجرات يشهد أكبر عملية استغلال يمكن أن يتعرض لها المواطن الغلبان في بلده. والغريب أن المحافظين الذين هددوا بسحب رخصة السائقين المخالفين اختفوا وابتلعوا كلامهم، ووجد المواطنون المجردون من أي سلاح أنهم الطرف الأضعف في تلك المواجهات الشرسة. أستاذة فتحية، تهديدات كبيرة من جانب المسؤولين بشأن المخالفين للتسعيرة المعلنة لكل منطقة، لكن ببساطة خلينا نقولها كل واحد من السائقين بيعمل اللي في دماغه وكأنه في تهميش أو تحدي لقرارات الحكومة. ما تفسيركم لذلك؟ هل هناك بالفعل تقصير أمني كما جاء في المقال؟ أنا بتفق مع الأستاذ سليمان جودة في سؤاله، هو أين الدولة؟ لأن الدولة فعلا مش موجودة في المسألة دي. دي مش المرة الأولى اللي يحصل فيها رفع الأسعار البنزين وبالتالي ترتفع جميع أسعار السلع ووسائل النقل والمواصلات، وفي كل مرة بيبقى دايما شكوى الأساسية هي عدم وجود رقابة على الأسواق، فبتلاقي في السوبر ماركت ده بيبيع بسعر جنبيه سوبر ماركت تاني بيبيع سعر تاني، وسائل النقل وسوائل الميكروباصات كل واحد بيحط التسعيرة اللي على مزاجه. ومهما كانت الحكومة المرة دي، رغم كان في توجيهات من البداية من الرئيس عبد الفتاح السيسي انه يكون في رقابة على الأسواق، كان في تعليمات من وزارة الداخلية انه هيكون في تفتيش على جميع المواقف الميكروباصات ووسائل النقل التأكيد على عدم ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، كان في حتى يعني طلعوا الأسعار متوقع تكون إيه، يعني القائمة بالأسعار المفروض ترتفع ونسبة الزيادة في أسعار وسائل النقل والميكروباصات، لكن طبعا ده كله على الأرض ما كان يعني ما تنفذ، لأنه في النهاية ما فيش فعليا رقابة على الأسواق، ما حدش نزل مواقف الميكروباصات، ما حدش قدر يفرض على السائقين دي التسعيرة اللي هو وضعتها الحكومة. هل ده ليه علاقة بالفساد في أجهزة الدولة والرشاوي اللي احنا بنسمع عنها طول الوقت؟ هل له علاقة بغياب ما فيش العنصر ده غير متواجد؟ فعلا تصريحات سمعناها لكن من المحافظين ما فيش حتى فعلا سائق اتعاقب، احنا لو عاقبنا سائق واحد الباقي هيلتزم، ما
مفيش عقاب لسائق واحد حتى، مفيش اي رقابه يعني بعيدا عن الميكروباصات ووسائل النقل اللي بيعاني منها المواطن، كمان الاسواق واسعار السلع مفيش اي رقابه من اي نوع من اسعار السلع، وكلنا بنعاني من ارتفاع اسعارها يعني بمجرد اعلان رفع اسعار البنزين، يعني تم رفع كل شيء حتى وان كانت دي سلع قديمه عند التجار، فيعني مفيش اي رقابه من الحكومه على الاسواق رغم التصريحات الكثيره من جانب المسؤولين الحكوميين انهم هينزلوا يراقبوا الاسواق وانه هيبقى في عقاب للتجار وعقاب لسواقين وعقاب، لكن مفيش ده ما بيتنفذش على الارض. انا بسال بتساءل برضو مع الكاتب سلمان جوده، اين الدوله؟ ليه تصريحاتها مجرد شو اعلامي؟ مفيش ليه حاجه على الارض فعلا في هذه المسائل، والمواطن هو اللي بيبقى ضحيه التجار وجشعهم سائقين الميكروباص وجشعهم وقرارات الحكومه اللي احنا مش عارفه هل هم مش دارسين تاثير القرارات دي على المواطن، هل ما كانش في دراسه انه مش هيبقى في رقابه؟ ده اتكرر مش اول مره، فكل مره بيحصل كده، فهل ما كانش فيه توقع انه ده هيكون النتيجه وده اللي هيحصل ويكون بالعكس في فرض من الرقابه بشكل اكبر؟ ليه ما تنفذش اللي اتقال عليه من المحافظين ومن الداخليه ونزلوا السوق يعني وفرضوا على سواق الميكروباص اسحب رخصته اسحب ترخيص يعني اسحب العربيه نفسها، خصوصا ان الوضع ده بقى حتى بيهدد الوضع الامني ان صح التعبير، عشان أكيد. زي ما قال استاذ سليمان جوده في مشاجرات طبعا في خناقات مباشره بين الناس في اماكن عامه وفي الشارع، يعني ممكن يكونوا ستات اطفال بالظبط بالتاكيد، بس في النهايه المواطن يعني بيرضخ لهذه الضغوط ما عندوش حل تاني، هو عايز يروح شغله وعايز يروح يقضي التزاماته بيرضخ لضغوط السواقين اللي عارفين انه ما فيش حد هيعاقبهم في النهايه، يعني ما فيش اي عقاب من اي نوع، ففي النهايه المواطن هو اللي بيبقى ضحيه لقرارات الحكومه غير المدروسه عواقبها وجشع التجار وجشع السواقين. والان مشاهدينا فاصل ونواصل نشره المصري اليوم من القاهره والناس تابعونا. عوده الى نشره المصري اليوم من القاهره والناس، والان موعدنا مع صندوق الدنيا من المصري اليوم. جربت تتخلص من القمامة وأكياس البلاستيك وإعادة تدويرها للحفاظ على البيئة بدل ما تشتري شنطة جلد طبيعي بسعر مرتفع؟ ده اللي قررت تعمله يارا ياسين مصممة مشروع أب فيوز، واللي بتأكد أن أكياس البلاستيك بتتمتع بصلابة وأنها ما بتحتاجش لشراء معدات من الخارج، خاصة أنهم ما بيطلقوش مصطلح الزبالة على المنتجات اللي بيتم إعادة تدويرها. المزيد في التقرير التالي للزميلة رفيدة جمال. شركة مصرية بتساعد ان الناس يفهموا فكرة الحاجات الايكو فريندلي والريسايكلد يعني حاجات صديقة بالبيئة في المجمل، وبتساعدهم ان هم يلاقوا طرق تانية ان هم يعيشوا اخف على الارض، بمعنى انه بدل ما تشتري شنطة جلد طبيعي تقتل حيوان عشان تاخدها، ممكن من مواد احنا بنرميها نعمل حاجة. عايزين نركز على الأكياس البلاستيك اللي بناخدها من السوق، والسبب للموضوع ده إنه أول حاجة الموضوع سهل، أو بمعنى أصح مش محتاجة أجيب مكان من بره علشان أعرف أعمل الموضوع إن أنا أعرف أعيد تدوير الأكياس البلاستيك. تاني حاجة إحنا ارتبطنا جدا بالخامة لأن هي خامة ذكية، لو عايزة الحقيقة هي خامة في منتهى الذكاء، إن أنت لو جبتي حاجات من السوبر ماركت حطيتيها فوق كيس ورق هيتقطع، لكن البلاستيك فعلا قوي عنده صلابة، فاحنا قررنا ان احنا نستخدم الصلابة دي في حاجة تانية ان احنا نعمل بيها فاشن، وبدأنا بالشنط علشان احنا بنحب السفر، ومعظم وقتنا قبل ما نشتغل فول تايم في أبيوز كان عبارة عن سفر، وحسينا ان الشنط من ضمن الحاجات اللي دايما بتبقى معاك وانت مسافر، او انت عامة بتشوف معاك نفس الاكسبيرينسز او نفس الخبرات اللي انت بتاخدها، هي بتبقى على ظهرك على ايدك بتحط فيها حاجة. بكره كلمة ان احنا بنعمل حاجات من الزبالة لأسباب كتير، اول حاجة
هو الزباله دي احنا اللي عملناها، فانت مش بتعيب شنطتي او بتعيب برودكت بتاعتي، هو انت بتعيب نفسك، انت اللي رميت الزباله، انت اللي خليت كل الزباله دي موجوده، وانا اكيد من ضمن الناس اللي خليت كل الزباله دي موجوده. بس لما بنسافر بره او بنبعت حاجه بره، ما كان الناس مش بتقول الحاجات دي مش زباله، بتقول الحاجات دي متعاد تدويرها، الحاجات دي كانت ممكن تبقى نفايات بس ما بقتش. ناس كتير بتعمل مانشيتات اعلانيه ويكتبوا كده، وفعلا فعلا بتضايق جدا، وكل اللي بيشتغل في الموضوع بيتضايقوا، لانه احنا بنساعد الناس ان هي تعيش في بيئه انظف، حتى لو احنا بنعمل على سكيل صغير، بس ات سام بوينت احنا ممكن نكبر فنساعد اكتر، او ممكن نساعد ناس يجيلها الفكره فيعملوها اكتر. نوجه التحية طبعا لكل الشباب الخلاق والمبدع، وبندعوهم لمزيد من الإبداع. والآن مشاهدينا نتعرف على أسعار الذهب. جرام عيار 24 694 جنيه، جرام عيار 21 608 جنيه، جرام عيار 18 521 جنيه، جرام عيار 14 465 جنيه. أما عن سعر الجنيه الذهب 4864 جنيه. والآن مشاهدينا نواصل النشرة مع حالة الطقس. القاهرة 39-24، الإسكندرية 34-26، شرم الشيخ 37-29، الغردقة 36-28، الأقصر 42-27، أما عن أسوان فالعظمى 44 والصغرى 28. بكده مشاهدينا الكرام نكون وصلنا لنهاية نشرتنا النهاردة. شكرا لك يا أمينة. شكرا سمر. شكرا لحضرتك أستاذة فتحية. شكرا سمر. والشكر موصول لكم بكل تأكيد مشاهدينا، تلتقونا غدا وجولة إخبارية جديدة من المصر اليوم على القاهرة والناس. تابعتم في نشرة اليوم: نتيجة الثانوية العامة الأربعة والطالبات تصدرن قائمة الأوائل. الداخلية تعلن مقتل 6 منتمين لداعش في معركة مسلحة مع الأمن في أسيوط. التضامن: 7.7% من طلاب المدارس يتعاطون المخدرات و 8.3% كحوليات. الإحصاء: تراجع معدل التضخم في شهر يونيو، والجرح إيجابية جدا. الجيش المصري الأقوى عربيا والعاشر عالميا. تيلرسون يقوم بجولة خليجية لإجراء محادثات بشأن أزمة قطر. على خطى هولندا، النمسا تمنع دخول وزير تركي إلى أراضيها. قنبلة تعود للحرب العالمية تبلي الآلاف. وسليمان جودة